الكرة من جديد، ترجع المحاولة لفرانكيزيا. هندي يحول الكرة بدورة لفرانكيزيا ديالو، نمشي كرة في خط النص، تتخلص الكرة عند فرانكيزيا. كيسيا زيادة الجاني، ريان حامد مشي كرة ممتازة عند فرانكيزيا. ولكنه عندما أصبح بأداء أفضل بمستوى أكبر في الدور الثاني. الكرة تعود، عمودة الكرة عند زياد أو عبد الباسط. كيسيا في خط النص يحاول الهجوم خاطئ. نادي الأهلي في هذا الموسم الذي سجل 59 هدف في لصالح النادي الأهلي، ضغط شبابي على لاعب النادي الأهلي. شوف كم لاعب موجود في منطقة شوف المحاولة الماضية التي كانت عن طريق من جديد أو في رأس البركان، ولكن لاحظ الآن محرز يتقدم. جميلة المحاولة، لا تزال فرصة قائمة نادي الأهلي أن يسجل قبل نهاية الشوط. ونادي إدوارد ميندي، ميندي لدى فرانك كيسيا. كيسيا يحاول يتقدم، العاجي يحاول لعب الكرة، ولكن أيضا مع الفتح عبد الله العمار والاتحاد النادي الاهلي. اللمسه من جديد، العرضيه الان تلعب جميل كل قوه، والمحاوله المستمره عند فرانكيزيا المتفرغ للكرات العرضيه على الشباب. الكره تعود الى ولا تزال فرانكيزيا. كيسيا كره، لا تزال رياض محرز. الله يا محرز، حاول فيها لعب الكره عند كيسيا. كيسيا يحاول الهجوم، فرانكيزيا وبعد ذلك محاولة التوغل، ثم جاءت الكرة لفرانكيزيا. لاحظ الكرة، سدد مباشرة. الذي يدخل اللقاء ملائكة حراسة مرمى في أول خمس دقائق لم يجد الحلول. الكرة تعود الى رياض محرز، جميلة عن طريق الكرة عند كيسيا. كيسيا للأمام، المحاولة بالتمريس، يتقدم يرسل الكرة بدورة، تتخلص من ابحان النابت، يلعب كرة عند كيسيا للجميع، ولكن التغطية بشكل أكثر من رائع عن طريق متعب الحربي. الكرة تعود متعب الحربي وسط الملعب. رياض محرز، ترجع الكرة لكيسيا. روجر إيبانيس خلص الكرة، خلص الكرة، تعود الآن عند فرانكيزيا. للأمام، تتخلص من روجر إيبانيس، حصل الكرة فرانكيزيا. كيسيا يحاول لعب هدف وحيد من أمام الأهلي. لمسة موجودة، يتقدم، يلعب كرة عند فرانكيزيا داخل منطقة الجزاء. الكرة تعود إلى ريان حامد، المحاولة في وسط الميدان، خطأ لكيسيا، خطأ لكيسيا. نشوف الآن حكم المباراة ثانيا بشكل جميل، وسجل بوبي فيرمينو الهدف الثاني. الكرة تعود.